ازيكم جدعان؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في الجزء الثالث من السيريس بتاعت الفلوجز بتاعت نيويورك نيوجيرسي، رحله نيويورك نيوجيرسي. الجزء ده هنكمله من نهايه الجزء الثاني لما كنا وصلنا الطياره وببساطه وعملنا تيك اوف. الجزء ده هيكمل من وجودنا في الطياره وهبوطنا في هيوستن وان احنا نروح نركب الطياره بتاعت نيوجيرسي. اتمنى يعجبكم الفلوج ويلا بينا. Displays for up-to-date flight status and gate information. For those who checked your bag
as you step off the aircraft. To help keep the aircraft cool for our next guest, we ask that you lower the window sheets and open up your air vents before leaving today. Thank you so much. From all of us United, we enjoyed having you as our guest today in the friendly skies, and we do hope to see you again soon. ماشي يا جدعان، احنا حاليا بنتمشى للجيت التانية. لو انا مش غلطان جيت ايه تقريبا تاخدلها تقريبا لمطار تاني. لا مطار تاني، لا لخبط. ده ستاربكس يا جدعان، اللاين عليا جس كنت بقول لك مش بيبيعوا قهوة، بيبيعوا مخدرات. الناس بتعشق القهوة بشكل رهيب. الحمد لله أنا ما عنديش الإدمان بتاع القهوة ده. جيسكا بتشرب قهوة لكن مش مدمنة قهوة الحمد لله برضو. أوكي، فبيقول لك إيه؟ لسه قدام. أوكي، اخد شوية وقت وما اوصل بقى اوريكم يا جدعان لما اوصل بقى البتاع، مش احنا مستعجلين. الطيارة من الطيارات اللي احنا بنركبها دي طيارات ايت، بتبقى شكلها زي كده اللي هي البوينج الكبيرة. المفروض بقى عطر الشبه ديت. اوكي، احنا لقينا السكشن او المكان اللي فيه الايز. لا جاسكا، No, no. Just here. No. You'd have to go around. Okay. Nah. تمشية محترمة. رحنا يعني موجودين في تكساس في باربيكيو، حاجات كده جميلة. اوكي، يا شغل شغل فخم، عاملين سكولبتشر فعلا. من اكتر الحاجات الجميله في السفر انك بتيجي تشوف حاجات جديده. اوكي، سو ذس از E9 وير از E8.
اوكي E8 المفروض تبقى هناك. اوكي This is E8. شكلهم already بدأوا يعملوا boarding. احنا مش متأخرين كويس. alright نتشيل بقى بعد التمرين الرجل الفظيع ده. ماشي دلوقتي كده عنا بنعمل بوردنج شوية نبقى حاضر. ماشي كده عنا نبدأ الطيارة من جوه. سيت رقم كام ده؟ 26 بس كده يا جدعان، ده كان نهاية الفلوج بتاع النهاردة. أتمنى يكون عجبكم، أو عجبكم لايك شير سبسكرايب. لو عايزين تشوفوا حاجات كتيرة في كونتنت كتير في القناة، سكان ستريمات لجيم بلاي، سكان فلوجات، سكان فيديوهات عن أمريكا. إن شاء الله يعجبكم حاجة من الحاجات اللي احنا بنعملها هنا ولا بعملها هنا. لو في حاجة معينة عايزينها اعملوا كومنت وقولوا لي بالظبط انتوا نفسكم تشوفوا ايه، نفسكم تعرفوا ايه، وانا هعمل I'll do my best. يعني اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني او فلوج تاني. سلام.